في هذا اللقاء وثاني اهدافهم في دور جديده في هذا الموسم 2019-2020 على اعتبار ان مباراتهم الاولى كان قد بداوا التسجيل في تلك المواجهه امام نادي الكويت، لكن بعد ذلك تاخر كثيرا وسجل في مرمى ثلاث اهداف. كل اللعبه الان ولكن الى حارس المرمى الذي اعاد في مبدا الامان الى خارج الملعب فيصل مكينو الى رميته. رمية تماس في مصلحة كارما. حتى الآن كارما ما عنده فرص حقيقية للتسجيل بعدما سجل أول أهدافه. كذلك يلعبون عنده محاولة ولكن لا تستطيع الفرص الحقيقية إلى حسب ما كان.